يتجوز ويجيب خمس اولاد، هيك ساعتها هو بيتكل على حاله. بس اذا انا بيجي بساعده للفقير بكون عم بعوده يتكل علي. ومثل ما كثير سياسيين ورجال دين وغنايا بعتون مصاري للفقراء للفقراء يصوتوا لهم، نحن ما بدنا حدا يصوت لنا، نحن بدنا نظبط بلدنا. صحيح الدوله فاسده، طب ما نحن عم نقول عنا 200 سياسي فاسدين، بس ما نحن 5 مليون مواطن، يعني نحن الاكثريه. لنخلي الدوله تحس انه نحن 5 مليون مواطن كلنا متفقين مع بعض وكلنا ايد وحده وعم نظبط، ساعتها هن بيصيروا بغاروا، بيقولوا انه هول الشعب متفقين، هول الشعب عم نطفوا منطقتهم، عم نطفوا بلدهم، منهم بحاجه بقى لنا. فساعتها ما حدا رح يروح يصوت للسياسيين اللي هن فاسدين، لانه رح يلاقوا انه نحن كمجتمع كلنا سوا توحدنا، كلنا سوا نظفنا وزبطنا واحترمنا بعض وما حدا نقسمنا. ساعتها هن بيركضوا بدهم يعملوا مثلنا. يعني بالانجليزي leading by example، اليوم بدنا نعطي المثل.